من هو أخطر كائن حي على وجه الأرض؟ هل تظن أن هذا الأسد هو أخطر كائن حي على الأرض؟ أم ذاك التمساح الفتاك؟ أم أسماك القرش القاتلة؟ أم هذه الأفعى السامة؟ تلك الكائنات الحية التي تم ذكرها وغيرها الكثير من الحيوانات والزواحف والحشرات القاتلة هي فعلا خطيرة، ولكنها ليست الأخطر على الإطلاق. نعم، إنها خطيرة عندما تتواجد في أماكنها المخصصة كالغابات أو المحيطات أو المستنقعات، لذا فأنت لست مهددا من قبلها بطريقة مباشرة أو بشكل يومي. إن هناك ما هو أخطر وأشرس من تلك الكائنات بكثير، كائن منا وبيننا، يحيط بنا ومتواجد معنا في كل زمان ومكان، كائن حي من أعقد الأحياء على وجه الأرض. درست أعماله وابتكاراته عبر التاريخ، وقرأت أفعاله وتابعت جرائمه عبر الزمن. هو من جعل من السكين أداة للطعن، هو المخترع والمخرب في ذات الوقت، هو العالم والمفكر والمدمر في آن واحد. هو من استخدم الكبريت والفحم ونترات البوتاسيوم لتصبح بارودا سريع الاشتعال. هو من ميزه الله عز وجل عن سائر المخلوقات بالعقل، الإنسان، ذاك الكائن الخطير المسلح بنعمة العقل ليميز بين الخير والشر ويميل للسلم بدلا من الحرب. لكن للأسف فإن هذا المخلوق المكون من الماء والتراب استسلم لشرور عقله واستغل تلك النعمة لتكون نقمة عليه وعلى من حوله. فهل نحن نظلم أنفسنا بأننا الأخطر في هذه الحياة؟ لو تحدثنا عن الحروب، سواء تلك التي في أرشيف الماضي أو التي ما زلنا نشهدها في الوقت الحاضر، فإن جميع تلك الحروب هي شر من صنع يد الإنسان. منذ العصر الحجري القديم كانت القبائل تتقاتل وتدخل في صراعات للحصول على الطعام والموارد، ولغاية اليوم ما زالت البشرية في صراع مستمر. فمن ابتكر المجازر البشرية؟ ومن أحدث المجاعات؟ ومن هجر أطفالا رضع؟ ومن قتل الأبرياء؟ ومن سفك دماء كبار السن دون رأفة ورحمة؟ الإنسان طبعا. ولنذكر بعض الحروب التي شهدتها البشرية والتي تعتبر الأكثر دموية عبر التاريخ، مثل الحرب المغولية، حرب الأعوام الثلاثين، حرب الممالك الثلاث، حرب السنوات السبع، الحروب النابليونية، الثورة المكسيكية، الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية الروسية والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، وصولا إلى عدة حروب في الدول العربية وأبرزها فلسطين التي ما زالت تنزف ألما وحسرة على شعبها لغاية اليوم. فهل يمكن نسيان آلام الماضي؟ بالطبع لا، فالندبات التي تركتها الحروب السابقة ما زالت في أذهان المجتمعات، فكيف يمكن للأفارقة الأمريكان نسيان فترة العبودية والذل التي عانوا منها أعواما عدة؟ هذا عدا عن الحرب الباردة وتبعاتها والأسلحة النووية والقنابل الذرية الفتاكة التي تم استخدامها في حروب عدة. فأي نوع من البشر وأي قلب بشري له أن يستخدم مثل هذه الأنواع من الأسلحة المدمرة ويرى الدماء تسيل من الأجساد وجثث ملقاة وكأنها حجارة مرمية على الطريق؟ بعيدا عن شرور الحروب، هناك إثبات آخر على أن الإنسان هو الأخطر بين الكائنات الحية. يعتبر الإنسان جزءا من النظام الأيكولوجي، لذا فهو يؤثر على البيئة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأنشطة التي يقوم بها في الحياة. فالتدهور البيئي الذي نشهده حاليا سببه ممارسات الإنسان الخاطئة تجاه البيئة. كم من بحار تلوثت بسبب مخلفات الإنسان والمصانع، والنفوق المستمر للأسماك بسبب تلوث مياه البحر والمسطحات المائية، وكم من الغابات شوهت بسبب قطع الأشجار من قبل تجار الأخشاب، وكم من حيوان قتل من أجل ارتداء فرائه أو جلده للتباهي به. كل هذا عدا عن المناظر غير اللائقة للطبيعة عند رمي المخلفات في الشوارع والحدائق العامة وغيرها من الأماكن. فالإنسان يمكن أن يكون عدوا لنفسه ولغيره في ذات الوقت. فبين افتراض جان جاك روسو بأن الإنسان طيب في طبعه ولكن المجتمع هو من أفسده، وبين رأي توماس هوبز
الذي افترض أن الإنسان في الحالة الطبيعية كان شريراً في الأساس. هل أنت من مؤيدي روسو أم هوبس؟ أم لك وجهة نظر أخرى؟